ومعنا للتعليق على هذا الموضوع من فيينا السيد طارق نعمان الكاتب والصحفي السوري. مرحبا بك معنا سيد طارق. مساء الخير، أهلا بكم جميعا. مساء الخير. أزمة لاجئين كبيرة في المتوسط وهذه المرة عبر ليبيا تطل برأسها من جديد بعد انخفاض ملموس في المآسي من ناحية اليونان، كيف يمكن قراءة ازدياد أعداد اللاجئين نحو الأراضي الأوروبية؟ اللاجئين القادمين من أوروبا أو اللاجئون القادمون من المناطق من ليبيا من إلى أوروبا الآن أكيد بسبب الصراع الدائر الآن في ليبيا وبسبب الفقر المدقع والمجاعات في أفريقيا، ولذلك يكون الجميع يسعون إلى الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر وعن طريق البر من تركيا إلى اليونان. هناك مصاعب شديدة جدا حاليا. نعم، مفوضية اللاجئين أشارت أن العام 2018 كان عاما ضعيفا من حيث نسبة التوطين للاجئين، إلى أي مدى تتحمل الدول الأوروبية ومفوضية اللاجئين دور في تفاقم الانتهاكات ضدهم؟ في الحقيقة منذ 2017 وحتى الآن الحكومات الشعبوية الآن في أوروبا والتي يعني استطاعت أن تصل إلى سدة الحكم وسدة البرلمانات والتحكم الجماهيري في أوروبا هي من دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تغيير أو وضع بعض التغييرات على قوانين قبول اللاجئين، وبالتالي هناك المدن أو الدول التي تعتبر معابر للاجئين مثل اليونان وبلجيكا وغيرها أو البوسنة حتى، فهذه المدن لا تتلقى المساعدات من الاتحاد الأوروبي إلا قليلا، ولكن الأحزاب الشعبوية دعمت هذه الدول بحيث إذا منعت اللاجئين من الوصول إلى أوروبا سيكون هناك دعم مالي وبالتالي يتم وضعهم في معسكرات. في بلجيكا هناك الآلاف المئات لن نقول آلاف، المئات من اللاجئين يسكنون في المصانع القديمة ويسكنون في الأبنية القديمة لعدم السماحية لهم بالعبور. في اليونان أيضا هناك معسكرات يمكن إطلاقها معسكرات وليست ملاجئ أو كامبات لاجئين، معسكرات حقيقية يشرف عليها الجيش، وكل من يخرج من هذه المعسكرات يعني سيحاكم أو يسجن ولا يعامل لاجئا. اللاجئون القادمون أو الجدد أو حتى منذ سنتين تقريبا يعانون معاناة انتهاك حقوق إنسان وانتهاك معاهدات اللاجئين مهما كان سبب لجوئهم. دعنا نتوقف قليلا عند ما تسعى إليه الأحزاب الشعبوية التي وصفتها في أوروبا، ما أخطر وأبرز ما تسعى إليه هذه الأحزاب فيما يتعلق بقضية اللاجئين؟ الأحزاب هناك وصول كبير للأحزاب في النمسا وفي هولندا وفي دنمارك، هولندا قليلا جدا ولكن في الدنمارك وفي النمسا وبعض الولايات في ألمانيا وصول هذه الأحزاب يعني محدودية تحرك اللاجئين في هذه المنطقة، إنقاص عدد اللاجئين حسب قوانين معينة، من كان بلده آمنا فليعد، من كان يوالي حكوماته التي يهرب منها الآخرون فليعد إلى بلاده، أنتم لاجئون عندنا يجب أن تتصرفوا كما نتصرف نحن وإلا فأنتم حتى بعد حصولهم على حق اللجوء بشكل قانوني رسمي؟ طبعا هناك قوانين الآن في ألمانيا، كل من هناك عدة أنواع من اللجوء، ولكن لنقل بعد 3 سنوات اللي هي الأغلبية العظمى من اللاجئين قد حصلوا عليه، بعد 3 سنوات يعاد دراسة الملف. عند هذه النقطة يعطى اللاجئ غير المرغوب به بطاقة يعني تعطيه أحقية السكن في هذه المنطقة لمدة معينة حتى يتم ريثما يتم ترحيله، ولا إعادة دراسة ملفه إنما الترحيل. وهذا للسوريين الضغط الكبير على مؤيدي حكومة ونظام الأسد، ما الداعي لكم لتلجأوا إذا كنتم لستم في خطر من نظام الأسد كمثال، في حين الليبيين والعراقيين ويتم دراسة ملفاتهم حسب الجدوى الاقتصادية لنقول أو جدوى الاندماج
حسب نظام الاندماج المعمول به في أوروبا، هل اندمجتم أم لا؟ إذا لم يندمجوا فهناك الكثير من المناطق الآمنة في أفغانستان وفي العراق يمكنكم العودة إليها. يفهم من حديثك سيد طارق أن هناك مخاطر حقيقية تحيط باللاجئين، ولا سيما الذين حصلوا على لجوء بمعنى يعني قانوني رسمي وأصبح لهم مدة زمنية طويلة في أوروبا. كل لاجئ لا يجد الاتحاد الأوروبي أو الأوروبيون فائدة من وجوده في على أراضيهم، أو لديه ملفات جنائية، أو بلده أصبح آمنا، فهناك خطر كبير على وجوده في هذه المنطقة أو في أوروبا بشكل عام. يمكن دراسة، يمكن الاستئناف، ولكن القانون المعمول به الآن وذلك بسبب الحكومات الشعبوية يجب إنقاص الأعداد غير المفيدة من اللاجئين وعودتهم إلى مناطقهم أو إلى البلدان التي خرجوا منها طالما أن هذه البلدان أصبحت آمنة. شكرا جزيلا لك سيد طارق نعمان، كنت معنا من فيينا، الكاتب والصحفي السوري.